بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبتي طلبة المرحلة الأولى مادة مجالات الإرشاد، محاضرتنا اليوم علاقة الإرشاد النفسي التربوي بالإرشاد النفسي للأطفال والمراهقين. تتضح العلاقة بين إرشاد الأطفال وإرشاد المراهقين من جهة، وبين الإرشاد النفسي والتربوي من خلال المؤشرات الآتية: إن التلميذ في المدرسة الابتدائية أو الطالب في المراحل التالية هو في أحد تلك المرحلتين من مراحل النمو، الطفولة والمراهقة. ومن أجل فهم أدق للتلميذ والطالب، فإن المرشد النفسي التربوي يحتاج أن يتعرف على هاتين المرحلتين. عرفنا شنو؟ ليش المرشد لازم يعرف مرحلة الطفولة ومرحلة المراهقة؟ لأن التلميذ بالابتدائية ويصير طالب بالمتوسطة هو بهاي المرحلتين، فالمرشد لازم يفهم تفاصيل هاي المرحلتين. كذلك تعد مرحلتي الطفولة والمراهقة من مراحل النمو الهامة والحرجة لكثرة وشدة التغييرات التي تحدث فيها، وكثرة وشدة التغييرات أوجدت متطلبات كثيرة وشديدة أيضا، وإن تجاهل لأي من تلك التغييرات أو متطلبات يؤدي إلى تقديم خدمات إرشادية منقوصة، وبالتالي لن يتحقق الهدف من الإرشاد النفسي التربوي. إن عملية تربية الطفل والمراهق ليست عملية سهلة، لكنها عملية تتطلب الكثير من الوعي النفسي من قبل المرشدين والمعلمين والآباء، كون الطفولة هي اللبنة الأساسية للشخصية، فإن صلحت الطفولة والمراهقة صلحت الشخصية. كذلك عندنا إرشاد الأطفال والمراهقين يقصد به عملية مساعدة الأطفال على النمو والمراهقين بشكل شامل ومتكامل، وحل مشكلاتهم التي يتعرضون لها خلال مراحل حياتهم المختلفة، وتربيتهم اجتماعيا. ويهدف إرشاد الأطفال والمراهقين إلى مساعدتهم على النمو الشامل والمتكامل، وإشباع حاجاتهم النفسية والجسمية والعقلية، ومساعدتهم في حل مشاكلهم في مراحل النمو المختلفة. هذا كل ما يتعلق بموضوعنا لهذه المحاضرة.